نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، هناك من يرى جمع الجمار لأيام التشريق مرة واحدة ويرمى يوم الرابع عشر. الرابع عشر؟ يوم الثالث عشر. نعم. يرمي يوم الثالث عشر 62 أو 63 حصاد، فما رأي فضيلتكم؟ رأينا أن هذا قول لبعض العلماء أنه لا بأس أن يجمعها في آخر يوم، والصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرمي كل يوم في يومه إلا إذا كان هناك حاجة، مثل أن يكون منزل الإنسان بعيدا في أقصى منى ويشق عليه أن يتردد كل يوم، فهنا لا بأس أن يجمع، ولكن يرمي الثلاث عن اليوم الأول ثم يرجع يرمي الثلاث عن اليوم الثاني. ودليل جواز هذا عند الحاجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للرعاة، رعاة الإبل، أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد،